السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وليد فيت ومعكم إن شاء الله في فيديو جديد. إن شاء الله في الفيديو راح نقدم لكم وصفة اللي هو عبارة عن شيكر اللي قمت بالمشاركة معكم في الإنستغرام. الكثير منكم طلبوا مني الوصفة تاعو. هذا الشيكر جد غني بالسعرات الحرارية، فيه حوالي 1080 سعرة حرارية، 68 غرام بروتين، الكربوهيدرات حوالي 115 غرام، والدهون حوالي 45 غرام. لهذا جد فعال بالنسبة للأشخاص اللي يحاولوا انهم يزيدوا الوزن تاعهم، ولا الاشخاص اللي يعانوا من النحاف. هذا الشيكر سهل التحضير وما فيش بزاف المكونات، وحتى انه بعض المكونات ممكن نستغلوا عليها ولا نغيروها بمكونات اخرى اذا ما كانتش متوفره. في اخر الفيديو ان شاء الله راح نجاوب على بعض الاسئله اللي جاتنا على صفحه الانستغرام، صفحه الفيسبوك، ولا على قناه اليوتيوب. لهذا اذا كان عندكم اسئله ممكن للفيديوهات القادمه ما تنساوش تخليوها لنا في التعليقات، وبالطبع خلونا رأيكم في هذا الشيكر إلى جربته. في هذا الشيكر يعني المكونات ما هيش مكونات رئيسية، لهذا ممكن نغيروا أي مكون إذا ما كانش عندنا، ممكن نستبدلوه بأي منتج آخر. اول شيء راح نبدا به هو الشوفان. الشوفان راح نستعمل في هذا الشيكر، راح نستعمل حوالي 100 غرام. في العاده نستعمل 100 غرام، لكن نظن هنايا ندير في صفر، هنايا حوالي 120 غرام اذا حسبت جيدا، حوالي 120 غرام. هذا راح يعطيني سعرات حراريه اكثر، لكن في العاده نستعمل 100 غرام فقط. هذه وعندنا كذلك هذا زبدة الفستق. زبدة الفستق راح نستعمل 30 غرام منها. اوكي راح نستعمل يدي، نظف يدي قبل ما نبدا. هنا راح نستعمل حوالي 30 غرام، كانت اكثر شويه لكن معليش نحاول نزيد في الوزن، اللي هذا ما يهمنيش. هنايا هذه، ثم عندنا بعد هذا بالنسبه لي راني نستعمل في الحاله استعمل التفاح، لكن في اغلب الحالات نستعمل الموز، لهذا ممكن تكون عندكم الاختيار بينهم. حتى اذا كانت فاكهه اخرى ممكن تضيفوها، يعني مثلا فراوله ولا توت، يعني حسب الرغبه. عندنا كذلك بالنسبه لي مسحوق الواي بروتين. الواي بروتين إذا كان متوفر تستعمله، إذا ماكش متوفر ممكن تستعمل بودرة الحليب، يعني حتى هي جد غنية بالبروتين ممكن تستعملها، ولا ممكن تستعمل الجبن الأبيض. بالنسبة للذوق يكون أحسن مع البروتين، لأن البروتين هو اللي يعطي الطعم لهذا الخليط، لكن إذا استعملت الجبن الأبيض حتى هو غني بالبروتين، ماهوش نفس القيمة الغذائية كالبروتين، لكن فيه قيمة بروتين عالية نوعا ما. لهذا واش راح ندير؟ راح نمسح، ندير الصفر، هوب الصفر، ورايح نضيف حوالي 30 غرام. انا نقول لكم 30 غرام لكن كل خطره نزيد اكثر، نظن 25 اكثر، ما مليح. المهم هذه المكونات، ثم نضيف معه التفاح. هنا التفاح راني يعني عندي تفاحتين، ولا نضيف موزتين يعني احدهما. كما قلت لكم هو جد بسيط في التحضير تاعو. نضيف معاه فقط الحليب، الحليب فقط باش يعطيه باش يكون سائل اكثر. مش باقي لي بزاف حليب اليوم، مازال ما شريتش. لهذا رايح نضيف قليل من الماء، وإذا لاحظت أنه خلال المزج لاحظت أنه الخليط مازال سميك، ممكن أن نضيف سائل.
كما قلت لكم اي عنصر ولا مكون استعملناه في الخليط ممكن نستبدل نقوم باستبداله. هذه فقط باش اعطيكم الفكره، وانتم ممكن تاقلموها حسب الرغبه تاعكم، حسب المكونات المتوفره، وحسب كذلك الذوق تاعكم. يعني لاحظت انه مازال نوعا ما سميك، لهذا نضيف السائل. راح نديرها في الشيكر، راح يكون هذا هو الشكل تاعو. ما نقدرش نستخدم اليد اليسرى، مش عارف علاه. فقط انزل، لان هذا الباقي هنا كلها سعرات حراريه، لهذا لازم ننزل كلش. كان هذا هو اللي شاركته معكم الاسبوع الماضي. كما قلت لكم كاين كثير من الاشخاص طلبوا مني الوصفه، الطعم تاعها انا نبغيه بزاف لانه سهل التحضير اولا، وثانيا ماهوش كميه كبيره وفيها 1000 سعره حراريه، يعني راهي تعادل وجبه اللي تكون كبيره نوعا ما. لهذا بالنسبه للاشخاص خاصه اللي كان عندهم نفس المشكل كيما انا، انه ما يقدرش يتناول كميات كبيره، نظن انه الحل في الوجبات السائله وتكون تساعدك في اكتساب وزن اضافي واكتساب كتله عضليه، وحتى انه السعرات الحراريه اللي تعطيها لنا هذا الخليط سعرات حراريه ذات مصدر جيد، لانه مصدر الكربوهيدرات هو الشوفان والتفاح، وبما ان الشوفان غني بالالياف راح يبطئ من عمليه الهضم ويقلل من ما يسمى بالمؤشر الحمض السكري الاندكس جليسيميك. لهذا ننصحكم كثيرا انكم تستعملوا هذا اذا كان الهدف تاعكم زياده الوزن. الى جربتوه ما تنساوش خلونا رايكم في التعليقات. في هذا الجزء من الفيديو راح نجاوب على بعض الأسئلة اللي جاتنا على اليوتيوب، على الإنستغرام، ولا على صفحة الفيسبوك. اخترت سؤالين في من تعليقات اليوتيوب، كلاهما جاوبت عليهم في التعليقات، لكن حبيت نجاوب عليهم مرة ثانية في الفيديو باش تعم الفائدة، لأني لقيت أنهم سؤالين مهمين نوعا ما. بالنسبة للسؤال الأول كان من بلعيد محمد، ولي سؤالي هل أستطيع أخذ البروتين من مصدر واحد طيلة اليوم، مثلا صدر الديك الرومي أو البيض أو السمك، وهل المكمل الغذائي ضروري لفترة التنشيف، مع العلم أني آكل بروتين في كل وجبة 4 وجبات خلال اليوم؟ بالنسبة لي مصادر البروتينات ماهوش أمر ضروري ولا حتمي أنك تنوع في مصادر البروتينات، لكنه جد منصوح به. لماذا؟ لأنه البروتين كي تختلف المصدر تاعو، مثلا إذا كان بروتين من صدر الدجاج والبروتين من اللحم الأحمر، الاختلاف بينهم يكون في اختلاف بسيط في الأحماض الأمينية، مثلا أنه اللحم الأحمر فيه كرياتين واللي يحفز الجسد تاعنا على استعمال الكرياتين أكثر. مثلا أنه في البروتينات من مصدر مثلا كالحليب يختلف نوع البروتين، تختلف تركيبة الأحماض الأمينية تاعها عن البروتينات اللي يكون مصدرها من اللحم ولا حتى من الخضر. وماشي شرط انه كامل مصادر البروتينات تكون من اللحوم، ممكن تكون من الخضار واللحوم. لهذا ننصحك انك تنوع ما بين مصادر البروتينات باش يكون عندك تحصل على كافه الاحماض الامينيه اللي يحتاج في الجسد تاعك باش يبني العضلات تاعو، لهذا السبب البسيط. وهل المكمل الغذائي ضروري لفتره التنشيف، مع العلم؟ بالنسبه للمكمل الغذائي ماهوش ضروري لا في حاله التضخيم ولا في حاله التنشيف، لانه بكل بساطه هو مكمل غذائي، اي انك الى ما قدرتش تحصل على الكميه اللازمه من البروتين تستعمله باش الجسد تاعنا يتحصل على كميه البروتين المناسبه. لكن من الجهه الاخرى جد منصح به. لماذا؟ لانه اولا البروتين مكمل البروتين يكون شكل سائل، لهذا سهل الهضم تاعو اكثر،
وكيكون الهضم تاعو اسهل يوصل الى العضله بصفه اسرع. كما انه نوعيه البروتين الموجوده في المكملات الغذائيه احسن وانقى من البروتينات الاخرى. لماذا؟ لانها تكون اسهل في الهضم ببساطه، وتكون تكون مخصصه لهذا الغرض، يعني يكون المصدر تاعها يحتوي فقط على بروتينات، ويخلي الجسم تاعنا يسهل له عمليه استهلاكها. بما ان النقاء تاعها يكون اكبر، الجسد تاعنا يستغل كميه اكبر منها ولا نسبه اكبر منها. مثلا قوموا فقط بمثال بسيط، وهذه الارقام ما هي صحيحه، لكن مثلا اذا كليت 100 غرام بروتين من صدر الدجاج، 100 غرام بروتين من بياض البيض ولا من البيض بصفه عامه، و100 غرام من الواي بروتين، الجسد تاعي ما راحش يستغل 100 غرام في ثلاث حالات، لكن الدرجه ولا الكميه اللي يستغلها تختلف من نوع الى اخر، تختلف من صدر الدجاج، تختلف عن بياض البيض ولا البيض بصفه عامه، وتختلف عن الواي بروتين. لهذا حاول انك تنوع باش الجسد تاعك يستغل البروتين بصفه احسن، وتكون النتيجه تاعك احسن ان شاء الله. هذا كان السؤال الثاني تاع الاول والثاني. بالنسبه للسؤال الثاني كان من مش عارف الا نطقت الاسم نيشان، غسان الرحال. مرحبا كابتن، شو رايك بالنسبه للشاي سواء كان اخضر او شاي اسود، هل يؤثر على التنشيف؟ وشو رايك اذا كان الشاي محلى بالعسل او بمواد طبيعيه غير السكر الابيض؟ ارجو الاجابه مع الشكر. بالنسبه لي الشاي انا ننصح به كامل الرياضيين اللي نتعامل معهم. لماذا؟ لانه كلاعب كمال الاجسام يتناول كميه كبيره من البروتينات، وكميه البروتينات كيتناولها بكميه كبيره، بروتين كيتناولها بكميه كبيره عفوا، يأثر النوع على درجة حموضة البطن ولا المعدة. المعدة تكون عندها درجة حموضة معينة، في هذا درجة الحموضة يكون العمل تاعها في أقصى درجة ولا في أحسن حالة ممكنة. تتغير درجة الحموضة تاعها يأثر النوع على فعالية عملية الهضم. الشاي يساعدنا على أنه نرجعوا لدرجة الحموضة الملائمة للجسد تاعنا، واللي تخلي المعدة تاعنا ولا الجهاز الهضمي تاعنا يعمل في اقصى درجه ليه ولا في القدره القصوى تاعو. لهذا اذا كنت تناول كميه كبيره من البروتين، ننصحك انك تتناول الشاي، تشرب الشاي على الاقل مرتين لثلاث مرات خلال اليوم، باش يحافظك على درجه حموضه الجهاز الهضمي تاعنا ولا المعده، مش الجهاز الهضمي، المعده. اما بالنسبه لي سواء كان اسود او اخضر، الاختلاف فقط هو في بعض الاحماض اللي فيهم، لكن الشاي بصفه عامه مفيد. وشو رايك اذا كان الشاي محلى بالعسل او بمواد طبيعيه غير السكر الابيض؟ انك تحليه بالعسل ما نقولوش انها فكره سيئه، رغم انه العسل كذلك يقوم لنا بتحفيز الانسولين في الجسد تاعنا، مما يخليه انه كيكون تحفيز للانسولين وما يكونش في الوقت المناسب، الجسد تاعنا اولا ما راحش يحرق الدهون، وكذلك ثانيه راح يخزن دهون اكثر، رغم أن الانسولين مفيد راح نتكلم عليه في فيديو اخرى، لكن اذا ما كانش في الوقت المناسب ارتفاع في نسبه الانسولين في الجسد تاعنا راح تخلي الجسد يخزن دهون وما يحرقش الدهون المخزنه سابقا بصفه بسيطه. لكن العسل غني بالبروبيوتيك اللي هي البكتيريا النافعه للجهاز الهضمي، لهذا كذلك مفيد في بالنسبه للجهاز الهضمي. اما بالنسبه للسكر الابيض فهذا يجب التوقف عنه نهائيا. كاين بديل، والبديل اللي هو رائع ممكن تحلي فيه، ممكن حتى انك تنقص من العسل وتستخدمه اكثر، هو استيفيا. استيفيا اللي هو بديل السكر، هو عباره عن نبته من البرازيل لكن تكون على شكل سكر، يعني هي عندها نفس شكل السكر لكن يسمى استيفيا. هذه استيفيا من المميزه تاعها انه ما تاثرناش على الانسولين، يعني عند تناولها ما يكونش عندها زياده في هرمون الانسولين في الجسد. لهذا ممكن انك تستعملها في تحلية الشاي او القهوة، ولا حتى في اعداد مأكولات اخرى. ان شاء الله تكون كاينة افادة في هذا الفيديو، ما تنساوش الاشتراك الى ما كنتم مازال مشتركين، والاعجاب الى كانت كاينة افادة في هذا الفيديو. الى كانت عندكم اي اسئلة ممكن تخلوها في التعليقات، وان شاء الله نجاوبوا عليها في الفيديوهات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والله يدوم هناكم.